وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. بنرحب بيك أستاذ شريف. ويعني هذه القمة تحمل اسم لم الشمل، كيف يمكن أن يتم لم الشمل العربي خصوصا مع توقف هذا الاجتماع لمدة عامين ماضيين؟ أولا هذه القمة على وجه التحديد أعتقد أنها قمة مصيرية في وسط الأحداث والتحديات التي تواجه العالم، خاصة بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والقضايا البينية العربية. وأعتقد أن مصر بثقلها وبتاريخها وبعمقها الحضاري ودورها المحوري الذي تلعبه القاهرة يمكنها أن تكون شريكا في صياغة جديدة، مع التأكيد على عدة عوامل أساسية ربما تحدث فيها السيد الرئيس في خلال الأيام الماضية في عدة أحاديث إعلامية. أعتقد أن في مقدمتها هي مسألة التمسك بمفهوم الدولة الوطنية لكل من الدول العربية، وألا يكون هناك أي نوع من التعامل مع أي شكل من أشكال التنظيمات الإرهابية، وأيضا دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية للدول. وأنا في رأيي أن العمل العربي المشترك الآن هو في أمس الحاجة إلى تكامل، لأنه الوقت المناسب لتحقيق هذا التكامل نظرا لحجم التحديات، لأن هناك تحديات كبيرة خاصة في مسألة الخلافات البينية وتفشي خطر الإرهاب، وهذه قضية مهمة جدا جدا تمثل محور أساسي من محاور العمل العربي المشترك، لأن الإرهاب لا يهدد العالم الخارجي فقط ولكنه إقليميا هو مسرح أساسي للتفاعل. وبالتالي يعني كما يتحدث الرئيس دوما على أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها، القضية أيضا أمن الدول العربية هو من العناصر المهمة جدا وفي مسألة تجاوز الخلافات. نعم، التكامل، وسنستكمل على هذه الجملة، التكامل أيضا في ظل الأزمات العالمية، وهي أزمات اقتصادية بالشكل الأكبر، أزمة التضخم، أزمة الغذاء، أزمة الطاقة، أزمة تغير المناخ، كيف يمكن أيضا الاستفادة من هذا التكامل العربي وخصوصا مصر أيضا شريك أساسي في كل هذه الأزمات، في الحلول الذي تقدمه للعالم أجمع، وأيضا مع قرب مؤتمر المناخ في شرم الشيخ؟ قمة المناخ التي ستعقد خلال أيام أعتقد أنها ستضع مصر في المرحلة المقبلة. مصر هي تقريبا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي طلبت رسميا العام الماضي تنظيم هذه القمة، وأنا أعتقد أن حينما تخرج رسائل من مثل هذه القمة من مصر من شرم الشيخ فإنها رسائل موجهة إلى العالم حول خطر التغيرات المناخية وحول فكرة التصحر وحول فكرة الجفاف وغيرها من القضايا المهمة. وأن تخرج هذه الرسائل من دولة عربية ومن مصر على وجه التحديد فله مدلول كبير. أيضا العمل العربي المشترك خاصة في مجال الاستثمار، وأنا أعتقد أن الفترة المقبلة هي فترة زاهية بالنسبة للتعامل العربي المشترك، لأن ممكن أن يكون هناك بعض خلافات بينية سياسية ولكن هناك اتفاق عام على أنه لابد من وجود كيانات اقتصادية يمكنها الصمود أمام التحديات التي نتجت عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. وأعتقد أن الدول العربية في أمس الحاجة إلى وجود مثل هذه الكيانات.
وأعتقد أن اللقاءات الثنائية التي سيتم عقدها على مدى اليومين القادمين في القمة يمكن أن تثمر بشكل كبير في رأب الصدع وفي لم الشمل، خاصة في الخلافات البينية بين الدول أيضا، والاتفاق على زوايا ومحاور جديدة للاستثمار لمواجهة التحديات العالمية عموما التي لا تهدد المنطقة ولا تقف أمام المنطقة وحدها، ولكنها تهدد العالم أجمع. نعم، الأزمات الاقتصادية التي تهدد العالم أجمع وحلم السوق العربية المشتركة، هل من الممكن ومركز التجارة الحرة أو البينية بين الدول العربية، هل يمكن أن يتحقق في هذه القمة، قمة لم الشمل، وماذا نحتاج لتفعيله في أسرع وقت؟ هو من المؤكد أن احنا نحتاج إلى تفعيله في الوقت الحالي، ولكن للأسف أن الخلافات السياسية البينية يعني والتي نتمنى أن تزول سريعا تقف دائما حائلا ضد هذه النقطة على وجه التحديد. وأنا في رأيي أن فكرة الحوار والتشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة هي فكرة مهمة جدا، فلا شيء يتغير من دون حوار. الحوار هو أساس التغيير، وبالتالي أنا أرى أن كل الجلسات التشاورية التي ستتم خلال الساعات المقبلة يمكن أن تثمر في أن يكون هناك شكلا جديدا لأفاق التعامل العربي المشترك. نعم، أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.